مروان محسن في بتروجيت، هل بالفعل تلقيته عروض رسميه من الاهلي والزمالك زي ما بيتقال؟ والله يا كابتن، خلال الفتره اللي فاتت كلام كتير اتقال بخصوص الموضوع دون، لكن احنا ما بنتعاملش غير مع امور رسميه. فاللي حصل اول امبارح اتصل بيا الدكتور عبد الله جورج نعم، واختارني انهم ليهم رغبه في ضم مروان. حتى انا سالته اعاره ولا بيع، قال لي كلتا الحالتين يعني ممكن. فقلت له والله الكلام عشان يكون في سياق النظام، حضرتك بتبعت فاكس لمجلس الاداره. نعم. والموضوع بيدرس من 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 الماده يعني، مفيش مشاكل. نعم. والموضوع هيدرس ويتعرض على الكابتن رمضان السيد من خلال مجلس الاداره. نعم. وبعد كده نخش في المفاوضات الرسميه المباشره. طب بعت فاكس الزمالك؟ اتبعت فاكس النهارده. وهيتعرض على مجلس الاداره وهيتبدي فيه وهتبتدي الاتصالات المباشره من حيث المبدا بقى، اعاره ولا بيع والمبالغ ايه. ده هيبقى قرار مجلس الاداره. والزمالك بعت فاكس انه ما قالش اعاره ولا بيع؟ يعني هو بعد فاكس؟ لا، الاثنين. يا كده ما عندوش مشكله. مفيش مشكله. طب انتوا اتجاهكم ايه يا كابتن مصطفى من جواكم؟ يعني انتوا عايزين اعاره ولا والله ده؟ حضرتك ده اول عرض يجي رسمي، فانا ما اقدرش، لان دي سياسه قرار مجلس اداره، يعني ما اقدرش ابتل حضرتك فيه. تمام. انت من قربك مع كابتن رمضان، هل كابتن رمضان كنت سمعت قبل كده اكتر من مره انه ما عندوش مانع في انه يترك اي لاعب؟ هل بالفعل ده الكلام ده صحيح؟ لا 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 والله الموضوع هيتعرض على الترابيزه، وكابتن رمضان هيقول رايه وفقا للمعطيات اللي عنده، وهيبقى في تقارب من مجلس الاداره وكابتن رمضان، وعلى اساسها هيتخذ القرار ان شاء الله. لكن كابتن رمضان هنا رايه استشاري بالنسبه لمجلس الاداره ولا نهائي رايه؟ متهيألي رايه احترم. متهيألي رايه احترم. تمام. يعني مش رايه، يعني رايه احترم من الجنبين يعني. طب هل الاهلي برضه طلب مروان ولا كان لا 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 حضرتك ده كلام، انا بكلم حضرتك بالنسبه للكلام الموثق. ولا حصل حتى اتصالات ولا اي شيء؟ لا 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 على الاطلاق. اي حاجه بالنسبه لنا. طب كابتن مصطفى، هل في اي عروض اخرى للاعبين في بتروجيت من انديه؟ لا، كان في عروض برضه شفويه بالنسبه لمحمد كوفي. نعم.